السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم بفيديو جديد لكل ست بيت عايزة تغير وتجدد بيتها على العيد. كل سنة وانتوا طيبين. جايبالكم من المصنع نفسه بسعر الجملة من أول قطعة، كل أنواع الكفرات، أنتري، صالون، كنب. عندنا كمان حصري النهاردة ستارة فيرزاتشي لأول مرة بألوانها على التركيب على طول. الأسعار بدأ معانا من أول 15 جنيه، طبعا في شحن لأي مكان. كمان معانا الحافظات بتاعت آيكيا الأكتر من مقاس. بسرعة بقى ندخل على الفيديو، ما تنسوش اللايك. تصويرنا النهاردة من مدينة اسكندرية، موجودين في ميامي. احنا يا جماعة تحت كوبري الأكاديمية أو كوبري 45. بصوا بداية الكوبري اهي، هتنزلي حضرتك بداية الكوبري بتاعت 45، هتعدي الشارع التالت. الشارع ده اسمه شارع الأرمن. هتلاقي على قمته محل شيكو اهو، محل شيكو. تمام، سهلة كده. هتدخلي بقى الشارع وتفضلي ماشية. تعالوا بقى اوريكم هنعدي كم تقاطع لغايه ما نوصل. ده عدينا اول تقاطع هنسيبه. تمام، خليكم مكملين معايا. اول تقاطع على قيمته اهو، محمصه الاصدقاء، هنسيبه. هنفضل برده ماشيين في الشارع كانك رايحه على البحر. تاني تقاطع على قيمته اهو، المدينه المنوره للمنظفات. ده تاني تقاطع، لسه برده مكملين في الشارع. جينا على التقاطع التالت. احنا بقى في التقاطع بعد التقاطع الرابع على طول ان شاء الله. ده كده التالت، في اهو على قيمته برده سوبر ماركت، محل اسمه تشانس اهو. تمام، خليكي برضو ماشية مكملة. دلوقتي للتقاطع الرابع، هتلاقوا حضرتك موجود عصير تاج المعالي اهو، وكمان جزارة الحمل. سهلة كده. دخلنا بقى بعديهم هو على طول عصير تاج المعالي، وعندنا دار العطار اهو يا جماعة، المكان اللي جايين نصور منه النهاردة، مفروشات الوفاء. ده كده بصوا، احنا دخلنا من اول الشارع خالص، اما صورت لكم من اول تحت كوبري 45. تمام، سهله كده، من جمال عبد الناصر. في كمان لو حضرتك جايه كمان من البحر، هتنزلي في ميامي الشارع اللي على قمته كافيتيريا الف ليله وليله. هتمشي برده نص الشارع، هتلاقي اهي سوار للذهب والعطور، وادي مفروشات الوفاء. تعالوا بقى نشوف الجوله بتاعتنا. جايين برده من عند البحر، هننزل في ميامي قصاد كافيتيريا الف ليله وليله دي يا جماعه. تمام، اهي كافيتيريا الف ليله وليله، وهندخل الشارع ده لغايه ما نوصل لمفروشات الوفاء. سهله كده، ده شارع الارمن من ناحيه البحر. ايكو، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مصنع الوفاء. النهارده عاملين عروض جامده جدا جدا ان شاء الله. النهارده المصليه بتاعت الاطفال دي عامله 15 جنيه يا جماعه. بادئين النهارده من سعر المصنع ب 15 جنيه 15 جنيه زي الفل. الله ينور. الكبيره بتاعتها ايوه 35 35 جنيه. المصليات دي بدون اي تكلفه يا جماعه. حلو قوي. اي تكلفه؟ تكلفه القماش بس. دي طلع صدقه جاريه على روح الحاجه وفاء. اغفر لها يا رب. ايه طبعا، دي يعني بسعر التكلفه. بسعر التكلفه والله. تمام، زي الفل. ده حصري يا جماعه، الحاجات الجبلانات القمر دي. تمام، الوانها برده كلها موجوده، صناعة مصرية كمان، حاجة آخر جمال. زي الفل. ده كده أول حاجة بدأنا بيها المصليات. الناس بقى عايزه تجدد على العيد وكده. كل سنه وحضرتك طيب. في عندي كنب جايبه يعني عامله جديد. تمام، اللي هو الفيرزاتشي. الفيرزاتشي اللي دربك الدنيا اهو. الساده كنب فرد. تمام، 70 في 2 متر. تمام، ممكن تاخديها للركن عندك. تمام، عامله 65 جنيه 65 جنيه 65 جنيه. تمام، الوانها برضك ايه؟ ايه الوانها يا استاذ زياد؟ الكحلي والذهبي اللي هناك دي. كحلي وذهبي ورصاصي. والجنزيري. والجنزيري. تمام. تمام، زي الفل. الانتري اللي هو الجديد بقى، اللي هو الطقم اللي على بعضه. الانتري عملت منه كنبه. هقول لكم بالكنبه الاول. ماشي، اوكي. في صالون منه ولا هو كنبه بس؟ في صالون، عملت منه صالون. ايوه. انتري وكنبه. ده يا جماعه اول حاجه طقم الكنبه. كنبه وثلاث مناديل. كنبه وثلاث مناديل. 70 في متر و90 الكنبه. تمام، الشغل بتاعها زي ما انت حضرتك شايفه. طبعا جميل جدا ما شاء الله. شغل مذهب. بصوا يا جماعه، مذهب ازاي؟ تمام، بيبقى كده معاها ثلاث مناديل، سعرها 65 جنيه. 65 جنيه. وفي الوانها ايه؟ موجوده بقى عندنا البني. البني، وعندي الجنزاري. والكشميري اللي شفناه. والجنزاري. الجنزاري، وفي عندي الكافيه. والكافيه كمان. كل الالوان دي ما شاء الله. والنبيتي. تمام، ده كده اول حاجه الكنبه. تمام، ندخل بقى على حاجه تانية. في الانتري بتاعها. ايوه، الانتري ده 10 قطع. 10 قطع. تمام. تمام، كرسي 75 في 70. حلو. ده الكرسي الواحد. ماشي، هو بيبقى معاه كرسيين. ماشي، كنبه كبيره 70 في 190. بصوا اهي، 70 في 190. تمام. تمام، اهي الكنبه الكبيره. وفي الكنبه الصغيره. الكنبه الصغيره 70 في متر
70 في متر ونص. تمام زي الفل. تمام. والمنديل 35 في 35 معاه 6 مناديل. حلو قوي، يعني 10 قطع. اه 10 قطع. الوانها ايه بقى معانا؟ الالوان بتاعتها كلها موجوده. اه الجنزاري، عندي الجنزاري وعندي الرصاصي. ايوه ماشي. وعندي الاوفايت. حلو. وفي الكافيه، الكافيه بتاعها كمان. تمام. أيوة. وفي النميتي والبني بردك بس لسه هينزلوا دلوقتي من التصنيع. تمام. وبكام معانا دي؟ الطقم عامل 150. اي 150 انتريه عندي عامل 150 جنيه بس سعرنا عادي. أوه. السعر القديم. تمام تمام. ندخل على البوكيه. البوكيه بردك عندنا الشكل ده، كرسيين اهم. تمام تمام. جددي بقى بقلل اسعار بسعر المصنع، حاجات اخر جمال. بصوا يا بنات والله على فكره احنا بنبيع بنفس الاسعار القديمه. اه نفس الاسعار، ما فيش حاجه زادت. طب لو حد عايز ياخد منكم جمله يا استاذ رياض، احنا سعرنا كله واحد، يعني هو السعر ده للجمله كمان. تمام. احنا بنبيع جمله من اول قطعه. تمام تمام. يعني جمله وقطعي بنفس السعر. ما شاء الله. دي الكنبه الصغيره. فكره البوكيه بتاعها حلوه قوي، شكله جميل. دي المناديل اهي، ودي الست مناديل. تمام. وبكام معانا برده؟ 150. اتفقنا بقى. اي طقم؟ 10 قطع 150. عندي منه الاوف وايت. الاوف وايت بتاعه، ودي الجراي نبيتي، وعندي الجنزاري. اللهم صل على النبي. نيجي بقى للصالونات. اه تمام. عندي الصالون اللي هو الفرزاتش الساده ده. أيوة. 175. الصالون بيبقى مختلف ان هو كنبه واربع كراسي. تمام حلوه. عندها برضه في انتريه اربع كراسي، يعني ايوه صح. طبعا الفرزاتشي ده قالب الدنيا في مصر كلها يا جماعه بجد. بصوا بقى. تمام. ده كده الكرسي. حلو. ماشي. اربع كراسي. هما بيبقوا اربع كراسي. اه تمام اربع كراسي يا جماعه. والكنبه مفيش منه انتريه. اه الفرزاتشي ده صالون بس. صالون بس، صالون وكنب. وكنب حلو قوي. تمام. الكنبه اهي طويله اهي، متر و90 زي الفل. وال10 مناديل. ست مناديل. ست سوري، ست مناديل. تمام تمام حلو قوي. بقى ال10 قطع، ال11 قطع، 11 دول. هو ست مناديل وكنبه واربع كراسي، يبقى كده 11 قطع. 175. 175. الوانه ايه بقى؟ في عندي منه الروز الكشمير. الكشمير. ايوه تمام. كافيه ذهبي، ذهبي بني، وعندنا الرصاصي. أوه. وعندنا الجنزير. تمام. كل تمام؟ دي الوانه حلوه. ومتاح الشحن طبعا. بصي هو دلوقتي الموضوع صعب في عشان سيزون. اه تمام. الموضوع بيبقى صعب في الشحن، بس بعد الموسم بيبقى في شحن عادي زي الفل. تمام. دلوقتي الاستلام من قلب المصنع عندنا شغالين كل يوم من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 4:30، وبالليل من الساعه 8 لغايه الساعه 11 بالليل. حلو قوي. تمام. ندخل على حاجه ثانيه. و برضك اللي هو الشكل اللي هو الجديد. اه ده الشكل الجديد اهو الصالون برضو. 11 قطعه. 11. عندنا بقى الشكل ده صالون كنبه واربع كراسي. ايوه بصوا، عايزه اوريكم بس شكلها، عايزه اقرب لكم التفاصيل لان هي بجد جميله والقماشه بتاعتها حلوه مش خفيفه. بصوا الجمال. شغل الجبلان بتاعنا كله بيتغسل في الغسالة ما شاء الله. ده كنبه واربع كراسي يا جماعه، ده عامل 165. 165 ده. اه عشان ده كنبه واربع كراسي وست مناديل، ده في حته فيه زياده. اه غير الانتريه بيبقى كنبتين وكرسيين. تمام. فاهمه؟ يعني ده في قطعه زياده. حلو. وبرده ب 165. 165 يبقى. أوه. الصالون عندنا الساده ب 175، واللي هو المشجر اللي هو الشكل ده عامل 165. الساده يا بنات اللي هو الفرزاتشي، هم عارفينه بالفرزاتشي. تمام. ريانكو في اول الفيديو الفرزاتشي الكنب دي الالوان بتاعته، عندنا البني اهو. تمام. 70 في 2 متر. الكنب عامله 65. 65 جنيه. بصوا بقى، كحلي، ذهبي، بني، جراي، وشفنا ايه احنا اول حاجه جنزاري. تمام اهو دي الالوان بتاعته. تمام حلو جدا. دي ستاير فيرزاتشي. بصوا هنفرش لكم البيت كله. اللهم صل على النبي. دي على التركيب على طول، متر ونص في 2 متر و80 عامله 95 جنيه. الستاره جاهزه على التركيب كده. وهي الخامه بتاعتها يا استاذ رياض؟ الخامه بتاعتها بلاك اوت. بلاك اوت. طب تمام زي الفل. 95 في منها بقى لون النبيتي. افتح لكم بردك عشان ده منتج جديد. اه ماشي. ومال وريهم. اه الالوان ذهبي كمان، شكله حلو قوي الذهبي ما شاء الله، ويليق على حاجات كتير. تمام. متقسمه لكذا كذا حته زي الفل. بصوا الكحلي بقى، الكحلي يا جماعه انا عايزه بس اوريهم الحته اللي من تحت يا استاذ رضا لو سمحت. الكحلي يا جماعه قيم جدا، كلاس كده في نفسه. تمام زي الفل.
بصوا قد ايه يعني واصله للسقف. 2 متر و80 طول، عرض متر ونص. حلو قوي. ودي بقى الجراي. دي الجراي. ايوه. كل الالوان اللي معانا تحفه. دي ستارت العيد بقى، اللهم صل يعني. بصوا الجراي بتاعها عامل ازاي، درجه حلوه كده تمام. بصوا قد ايه زي الفل. في عندنا ستير اللي هي الشانيليا برده موجوده. دي برده بلاك اوت، دي عامله 110. الشانيليا 110، واللي هي الفيرزاتشي بكام قلنا؟ 95. 95 دي الشانيليا تمام. متر 35 في 2 متر و60 بالظبط. متر 35 في 2 متر و60 تمام، لان دي تقيله قوي فهتنزل. التوب بتاعها كنز. حلو قوي. تمام على التركيب على طول. الحلقات بتاعتها دي بتتفك وتتركب. تمام، عشان الغساله. تمام زي الفل. ادي الوانها بنات، عندنا الجراي والجنزاري والنبيتي والتركواز. التركواز والبني واللي هو زي الفل. حلو قوي. ده كده بالنسبه للستاير. بالنسبه للستاير ندخل على ايه بعد كده؟ الطرق. يلا بينا ندخل بقى على المشايات الجبلان. دي كم متر؟ دي متر في 3. بصوا للطرقه دي، الطرقه عامله 110 جنيه. 110 تمام. في الوان اللي هي موجوده دلوقتي بس الوانها هتنزل برده. تمام. قبل ما الفيديو ده ينزل. أيوة. عندي الجنزاري وعندي الجراي. الجراي وعندي الكشمير. الكشمير حلو قوي. تمام. دي الوان برده هتنزل برده قبل ما الفيديو ده ينزل. اللهم صل. تمام. لايكيا. متر في 3. لايكيا دي برده عامله قلبان. بصوا بنات حافظه الايكيا. متر في 3. متر في 3 تمام. فرش على الوشين. تمام ماشي. دي عامله 110. 110 تمام. حلو قوي. الوانها برضك الموجوده دلوقتي قلنا الجنزاري والبني. البني والجنزاري. الوانها برضك هتنزل لان احنا مصنع يا جماعه، على طول الحاجه بتخلص بتتجاب على طول. تمام. دي بقى مشايات 70 في 2. بصي ممكن تستخدميها يعني مشايه، ممكن كنب. براحتك يعني، ممكن تشغلها كنب مشايه. دي 70 في 2، دي عامله 50 جنيه. 50 جنيه تمام زي الفل. موجوده. في عندي الكشمير. ايوه تمام. عندي الكافيه، عندي النبيتي. تمام تمام. عندي الجنزاري. أيوة. وعندي البني. حلو قوي. تمام الوانها كلها. تمام. موجوده تمام. ده مفرش سفره. مفرش سفره. سفره بقى. مفرش السفره بتاع الوفاء ده سعره عامل 100 جنيه. 100 جنيه بس. 100 جنيه يا جماعه. تمام زي الفل. متر ونص جنيه. تمام اللهم صل على النبي. ده سعره عامل 100 جنيه. الوانه كلها برده موجوده. النبيتي. تمام. وعندي الجنزاري. تمام. وعندي الكشمير. والجراي. والجراي. والاوف وايت. هفتح لك واحد برضه. تمام. يعني كده احنا كاسينا البيت كله. كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى ده بالاوف وايت كمان. بينور على السفره قوي على فكره، بقى شكله حلو. الاوف وايت برضه زي الفل. تمام. اكل تاني يا بنات زي ما احنا شايفين سفره برضه. ده عامل 110. 110. تمام. حلو قوي. وبرده في منه الوانه. في منه الوانه. في منه النبيتي والكشمير. الكشمير. ايوه تمام. وعندي الجراي. الجراي منه. وعندي البني. وعندي الكحلي. كحلي جميل. محدش عنده كحلي كتير. فعلا مش منتشر. الجنزير. والجنزاري كمان. كل دي الالوان متوفره بس البيع داخل المصنع الايام دي عشان احنا في سيزون يا جماعه. اوكي تمام زي الفل. الثانيه ده الفتله بتاعته فيها ذهبي. تاني الفتله بتاعته فضي. فضي. ده 2 متر وربع، التاني 2 متر. ده عامل 100 جنيه، ده نفس النقشه بس عامل 120 جنيه. زي الفل. تمام. بصوا يا جماعه الجمال، اللهم صل على النبي، زي الفل. تمام. 2 متر وربع، بص يا جماعه طويل. ما شاء الله. تمام. تمام. في الوان بقى موجوده. بني. بني. ايوه. وعندي جراي. جراي. وعندي جنزاري. والكشمير. نبيتي. والاوف وايت. كل دي الوان تمام. جماعه الجمال بقى الخداديات القمر دي. بصوا ده تمام بسوسته. ماشي. عايزه اقول لكم الخامات هنا غير. بصوا بقى الخامات حاجه تقيله كده مش خفيفه. بسم الله ما شاء الله. ادي دي السوسته بنات. حلوه قوي. تمام. ايوه تمام. تقفيل نظيف. الواحدة ب 25. وش وظهر. وش وظهر. عندنا جنزاري وبني. جنزاري وبني دلوقتي. دلوقتي حاليا. تمام. حلو قوي. اخد بقى حاجة كده ايه حلويات بقى. عاملة 30 جنيه. دي ب 30 يا بنات. 70 في 2 متر. زي الفل. بس هو يعني لون واحد.
لا في كذا لون. في اخضر اهو، اخضر الزرعي ده، بصوا عشان سندنا تبقى خضرا. عليكم السلام. تمام. الاصفر ايه ده، درجته حلوه، ده درجته جميله قوي ما شاء الله، وب 30 بس، تخيلين. تمام. اي حاجه في الباسكت هنا ده ب 30 جنيه. بص الاورنج ده، طب والله جميله. بصوا بنات العسل ده، تمام 30 جنيه. اي خدمه. الحافظات الجبلان يا بنات، بصوا بقى ايه ده، ايه الرسمه الحلوه دي، 2 في 3 دي عامله 200 جنيه وبارزه. بصوا عامله ازاي، عامله 200 جنيه 200 جنيه زي الفل. تمام. في الوانها بقى موجوده برضك عندنا، كل دي الوانها، جنزاري شفناه، كشمير، جراي، الكافيه والنبيتي تبعها، والنبيتي الكافيه اللي هناك والبني، في رسمتين. تمام، في رسمتين. اوريكم الرسمه الثانيه. تمام، دي الرسمه الثانيه اهي. بصوا الرسمه بقى اللي تعجبكم هاتوها، الاثنين اي واحده فيهم ب 200 جنيه 2 في 3 نها 2 كيلو بالظبط يا جماعه، مفيش حافظ السجاد بنقول كلنا مصطلحات 2 في 3، بس هي مقاسها بالظبط على الشعره 185 في 2 متر 85، عشان وانت جاي تبقى عارف انت هتاخد ايه ومقاسها ايه. تمام، مش دقيق الكلام ده على فكره. تمام، بس انا بقول لكم ايه المقاس بالمسطره زي الفل، زي ما قلت لكم المقاسات اللي هي بتاعت الكنب والانتري. تمام، اللي مكسره الدنيا اللون الابيض في اسود اهي، دي كام في كام دي؟ 3 ابيض في اسود، ابيض عايز الفرشيه على الابيض، عايزه على الاسود براحتك. تمام، دي عامله 225 225 زي الفل. الواناتها بقى، بصي الالوان بتاعتها هتبقى كامله. تمام، عقبال ما تنزلي الخير. خلاص اوكي يا مسهل. هو المجد العربي، المجد العربي عندي بني وجنزاري بس، كميه محدوده وعامل عليها عرض ب 165 جنيه وبس، عشان الكميه محدوده 65 جنيه وبس. ولونين يا بنات، لونين بس اللي موجودين دلوقتي. تمام، بني يا تلحقي بقى يا تلحقي زي الفل، ده مش نازل منه تاني دلوقتي. ايوه اللون ده واللون ده الاخضر. اللون الاخضر ده، الاخضر ده جميل قوي ما شاء الله. بصوا الجميل جميل. تمام، زي الفل. حافظات، حافظات 2 في 3 ايوه، ظهر لباد ورق شجر عامل فيه خربشه. تمام، عشان ما يزحلقش، ده حلو قوي، 190 جنيه الاثنين في 3 يا جماعه. نفس المقاس اللي احنا قلنا عليه، اللي هي مقاسها بالظبط على المسطره 185 في 2 متر 85، لان احنا اللي بنصنع الشغل ده، فانا عارفين. من الاخر عرض المكنه عندي متر 85 بالظبط. تمام، زي الفل. وبكام قلنا؟ 390. طبعا في منها اشكال كتير. شكل تاني منها، بصوا الالوان بتاعتها والتدخلات بتاعتها تحفه، شويه الوان عجب يعني، قمر ان شاء الله زي الفل. جبنا لكم فيرزاتشي، وجبنا لكم بقى دلوقتي جوتشي كمان، ما جبنا لكم فيرزاتشي، جبنا لكم جوتشي كمان عشان نجيب لكم كل البراندات عندكم. حلوه قوي دي برده، عسل قوي. يا جماعه بقى الديزاينات الجديده، ده برده من ضمن الاشكال اللي موجوده، حلوه قوي. هو اللون ده موف صح؟ لون موف. موف جميلة قوي، بتنجاني كده زي الفل. تمام بقى يا بنات، اقل سعرها عامل 320. ايوه، الظهر بتاعها موكيت، موكيت، يبقى اللي هي ظهرها موكيت 320. اللي جوتس الظهر لباد، لباد ورق شجر عامله 390 زي الفل. برضو اللي هي ظهرها موكيت، ظهرها موكيت بكام معانا برضو؟ ب 320. 320 طبعا، في من دي اشكال وفي دي من دي اشكال، اختاري حضرتك اللي انت عايزاه. دي كده الحافظات. تمام تمام. الحافظه القمر دي، بصوا جمالها، دي تبع انهو؟ دي اللي هي ب 320. دي اللي 320 جميله قوي، احنا حافظين بقى الظهر موكيت كده 320، ظهر ابيض في ورق شجر 390 زي الفل. تمام، في اشكال كتيره بنات على فكره، في حاجات كتيره قوي موجوده. برضو ده للكنب، للكنب اللي هو اللي معمول عموله، العريض، العريض. تمام، دي حته متر في 2، دي سعرها عامل 85. 85 متر في 2، متر في 2 بس. تمام، متر في 2. حلوه قوي. تمام، الوانها ايه؟ البني والرصاصي والكشمير والكافيه. حلوه. تمام، في عندي حاجه ثانيه اللي هو المتر في متر، اللي هو بتاع نازله. تمام، بامر الله. بصوا يا بنات، ده متر في متر، ده الترابيزة الانتريه مثلا او السفره، ده عامل 40 جنيه 40 جنيه والوانه نازله. الوانه كلها هتنزل بكره باذن الله. تمام يا مسهل يا رب. تمام، هنا بقى الشكل بتاع النجمه الجديد ده، ده حته 70 في 2 متر عامله 50 جنيه عامله 50 جنيه والوانها الجراي والبيتي. تمام، حلوه قوي. ده خلصنا كل الحاجه. في اي حاجه عايز تقولها حضرتك؟ بصي حضرتك، في عينات عندي من كل المنتجات، يعني بمعنى ايه، الحاجات اللي هي اللي في اكياس
تمام عشان نساعد ضغط الشغل الدنيا بتتمرمط، فاحنا حاطين منها عينات يعني الانتريه هتلاقيني حاطط منه مثلا كنبه عشان يعني عشان الناس ما تفتحش الحاجه وتفعكشها يعني. ايوه مثلا الرسمه اللي هي جديده حضرتك منها هي كنبة. هي نفس الحاجه هي نفس نفس الخيم عشان تاخدي الكيسه او الباكت كده من غير ما منظم كده. ايوه كده منظمه شكلها شيك. ايوه حاجه محترمه حتى لو انت موديها هديه لحد تبقى منظرها شيك زي الفل. الخامه موجوده بره احنا حاطين منها قطع حتى الستاير استاذ رياض حاطين منها حاجات بره تمام. الله ينور عليك ماشي يعني كل الحاجات اللي في اكياس الحاجات اللي مش في اكياس فتحي براحتك عادي وشيكيها عادي ومفيش مشكله فيها. حلو قوي. الكيس عشان بتضيع بيبقى فيها قطع ياما ممكن تضيع فعلا. والله الستاير بتاعت الحلقات ساعات بتروح فكه وتتنطر وبتاع وتقعد الدواء كده يعني. لا فماشي تمام. بالنسبه للعنوان بقول لنا العنوان كده اخر مره. بصي العنوان لو انت جايه من على جمال عبد الناصر تمام في ميامي طبعا. في ميامي من جمال عبد احنا في اسكندريه يا جماعه. أيوة. في ميامي لو انت جايه من على عبد الناصر يبقى تحت الكوبري بتاع 45 هتلاقي شيكو ستور. شيكو ستور تمام اللي هو ثالث شارع وانت نازله من على الكوبري كده انت نازله من تحت الكوبري من تحت الكوبري شارع. تمام هتخش عند شيكو ستور احنا في نص الشارع تمام. لو انت جاي من 45 يبقى الشارع اللي جنب اسماك الكتع على طول تمام. هتلاقي محل اسمه انترتيك هتخش في الشارع بتاعه هتلاقي بتاع عصير قصب اسمه تاج المعالي احنا جنب منه على طول حاطين على طول اعلام لونها اورنج مكتوب عليها مفروشات الوفاء. أيوة. لو جاي من على البحر يبقى الشارع اللي قبل 45 على امته كافيه الف ليله وليله هتخش في نص الشارع هتلاقي برضو مصنع الوفاء هتلاقي مفروشات باليافطه الاورنج بالاعلام اللي هي الاورنج. ايوه رقم التليفون بتاعنا 03-584-336 تمام. حاول اتصل بينا على الارض انا هقول لك الموبايل بس حاول اتصل بينا على الارض لان الشبكه عندنا ما فيش هنا في المكان يعني حاول بقدر الامكان اتصل عايز حاجه اتصل بينا على الارض. الشحن واقف بس اليومين دول بس لغايه ما نعدي بس الموسم تمام وباذن الله نرجع الشحن تاني. هقول لك الرقم اللي هو الموبايل بس ساعات ما بيبقاش في شبكه 012-20-38-3504 تمام. متشكرين يا استاذ رياض. العفو. الاطفال كمان ستاره الاطفال دي الوانها بردك هتبقى كلها نازله تمام يعني هي مش اصفر بس لا مش اصفر بس في منها موف وفي منها لبني هي طولها متر ونص بس انا عامل منها حته عينه متر يعني عشان بس هي الشكل ده الاميرات كلهم تمام. دي متر ونص بس انا اللي فريدها دي متر عينه عشان اوريها للناس عشان يشوفوا بس الخامه بتاعتها بس الحقيقيه اللي هتستلموها متر ونص عرض متر ونص كبيره زي الفل متر و80 عامله 95 جنيه برضه. الله ينور تمام.